مرة أيها الحكماء الكبار من التفكير في العالمية بدلا من العولمة، وهي العالمية التي عبر عنها شيوخ الأزهر في القرن الماضي بعد الحربين العالميتين بالزمالة العالمية أو التعارف العالمي كحل لانقسام العالم وتكريس الثنائيات الحادة التي تنتهج الصراع وتشعل الحروب. هذا ويطول الحديث في بيان عالمية الإسلام ونظرته للعالم كله على أنه مجتمع واحد تتوزع فيه مسؤولية الأمن والسلام على جميع أفراده. وقد يلخص ذلك ما يحضرني في هذا المقام من حديث لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول فيه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولا ينبغي أيها السادة أن يقتصر فهمنا لحدود الله في هذا الحديث بالمعنى الضيق الذي ينطبق على المجتمعات الإسلامية، وأعني به الأحكام الشرعية الفقهية، بل ينبغي فهم هذه الحدود بالمعنى الأعم الذي يؤكد مبدأ العالمية في الإسلام. فكما لله حدود شرعية جزئية، فله أيضا حدود كونية على هذه الأرض، في مقدمتها العدل والمساواة بين البشر وتقرير الأخوة بينهم، لأنهم جميعا يلتقون في أب واحد وأم واحدة، وأن ما بينهم من فروق واختلافات فطرهم الله عليها هي اختلافات التنوع والتعارف والتآخي، وأن من يخرج منهم على حدود الله في كونه فعلى الباقين أن يأخذوا على يديه، وإلا فسوف تغرق سفينة الإنسانية ويكون مصيرها الهلاك والدمار. وهذا ما يخشاه الآن ويحاذره عقلاء السياسة وأرباب العلم والفكر شرقا وغربا. على أن العالمية التي نتطلع إليها كبديل عن العولمة لإنقاذ العالم من المآسي التي يتردى فيها شطره الشرقي الأوسط والأقصى، تفرض علينا نحن الشرقيين في المقابل إعادة النظر في فهمنا للغرب وتقييم حضارته واكتشاف ما يسكن هذه الحضارة من قيم إنسانية مشتركة لا يتفاضل فيها شرق ولا غرب، وكذلك توظيف المشترك الإنساني في علاقات دولية تقوم على التعاون وتجنب الحروب، وأن تكون نظرتنا الحديثة للغرب نظرة موضوعية تتأسس على مبدأ التأثير والتأثر وفلسفة التعارف والتكامل وتطبيق القاعدة الذهبية في أمر العلاقة بين المسلمين وغيرهم في الوطن الواحد، والتي يحفظها تلاميذنا في المدارس، وهي قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أيها الإخوة، يضيق الوقت المحدد لكلمتي هذه عن بيان القضية التي أراها مدخلا مناسبا لالتقاء الشرق والغرب، وأعني بها قضية اندماج المسلمين في أوطانهم الأوروبية وانفتاحهم على مجتمعاتهم التي ولدوا فيها وصاروا جزءا لا يتجزأ من نسيجها الوطني بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والسياسية، لكنها للأسف أصبحت تشكل عقبة على طريق المواطنة الكاملة التي تمثل عنصر ثراء وقوة للمجتمع الأوروبي. وقد خضعت ظاهرة الاندماج الإيجابي هذه لدراسات عدة، وعقد من أجلها أكثر من مؤتمر، وكتب فيها الكثير من المقالات والكتب، وكلها
ترصد تردد كثير من المسلمين عن الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.